يسأل يقول هل يستطيع المسلم أن يتزوج كتابية أي يهودية ونصرانية وهي على دينها والمسلم على دينه؟ نعم يستطيع إذا كانت محصنة، إذا كانت يهودية ونصرانية محصنة معروفة بالسلامة من الفواحش واتخاذ الأقدام فإن الله أباح ذلك، كما قال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من أوتوا الكتاب من قبلكم، قال عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فإذا كانت محصنة يعني معروفة بالسلامة من اتخاذ الأحلال من الزنا وهي حرة لا رقيقة فإنه لا بأس بنكاحها، وقد كره جمع من السلف ذلك، ومنهم عمر رضي الله عنه كان يكره نكاح الكتابيات لئلا تجر المؤمن إلى دينها، وهكذا كره ذلك جمع من أهل العلم خشية أن تجر الزوجة إلى دينها أو الذرية. فإذا تيسر للمؤمن نكاح المؤمنة فذلك أولى وأفضل وأحوط، فإن تزوج الكتابية المحصنة فعليه يتحرز من شرها عليه وعلى أولاده، وعليه يحرص على أن تكره في الإسلام لعل الله يهديها بأسبابه. هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم بارك الله فيكم.